يستأنف لاعبو فريق الوداد الرياضي التدريب اليوم تحضيرا لنهائي كأس العرش الذي من المرتقب أن يجمع الوداد بالنهضة البركانية. وكانت الإدارة التقنية لفريق الوداد الرياضي الذي يشرف عليها المدرب وليد الركراكي قد منحت لاعبين يومي راحة عقب المباراة التي جمعتهم بفريق الفتح الرباطي يوم الأربعاء الماضي بمركب فاس الكبير برسم نصف نهائي كأس العرش. وكان وليد الركراكي مدرب الفريق الأحمر قد أكد في الندوة الصحفية التي عقبت المباراة إنه لم يترك الوداد الرياضي في هذه الظرفية رغم أنه عقده انتهى في 30 يونيو الماضي، وتابع أن مواجهة الفتح هي الأخيرة لها مع الفريق الأحمر في حال لم يتم برمجة النهائي خلال الأسبوع المقبل.